مساء الخير، كل من متابعي اليوم السابع. هكون معاكم النهارده محمد هاشم في لايف جديد من سوق السمك في بورسعيد. هتكون معانا النهارده المعلمه اماني، هي بتشتغل في سوق السمك. نتعرف هنا على قصتها، هي خريجه جامعه في كليه التربيه. هنعرف هي بدات امتى مشوارها مع السمك. مساء الخير، نتعرف بيكي. مساء النور، انا اماني الغزناوي، خريجة تربية رياضية ومعلمة سمك في سوق السمك في بورسعيد، وفخورة جدا ان انا معلمة سمك، ولان الشغل مش عيب، والكفاح والطموح بيخلي الواحد يعني يشتغل بالحلال عشان يوصل لهدفه. يعني كلمينا ازاي بدأتي رحلتك مع السمك، ورغم انك خريجة الجامعة انا جالي، والله يعني انا اتخرجت من الكليه وجالي تعييني كمدرسه، بس انا اتجوزت، يعني انا اتجوزت واتنقلت للقاهره، فجيت فكره ان انا خلاص يعني ما فيش وظيفه خالص، فانا عايزه اشتغل وحابه الشغل، فقلت ان انا يعني الاسماك دي انقلها للقاهره، يعني يبقى موجوده في القاهره والناس تستفاد منها. طبعا اسماك بورسعيد حلوه وجميله قوي، حتى شوفوا السمكه دي سمكه شبين، يعني هي سمكه ضاحكه زي ما بيقولوا كده. بصوا عامله ازاي. كلمينا عن السمكه دي. يعني السمكه دي اسمها سمكه الشبين، مسمار الظهر. السمكه دي موسمها بيظهر في الوقت ده بالذات. بصوا بتضحك، هي كيوت قوي يا جماعه، بصوا وشها بيضحك لوحده. السمكه دي مفيده جدا اهيت. بصوا ظهرها، هي دي عينيها، هيت دي عينيها. هي ده نوع من السمك، اسمه الشبين. هو نادر بقى ولا متوفر؟ لا هو مش موجود طول السنه، هو موجود في شهر معين اللي هو الموسم بتاعه ده دلوقتي. السمكه دي مفيده للغضاريف، اي يعني الغضاريف، العظام مفيده للغضاريف، لان لحمها بيحتوي على زي ايه، قراقيش كده، لما بتتاكل هي مفيده جدا لفقرات الظهر. لما بنيجي نفتحها بنلاقي فيها بيض، بصوا اهي. دي السمكه الضاحكه، دي اللي هي شكلها غريب شويه، بس عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي يا جماعه، والله يعني اهي. نتعرف منك بقى، يعني بدات ازاي بقى موضوع معلمه سمك في السوق؟ بالظبط، سوق السمك في بورسعيد. منك بقى على بتعملي ايه في يومك مثلا؟ بتبتدي ازاي في السوق؟ بتتعاملي ازاي مع الناس، مع الرجاله؟ والله انا بننزل الجمله عادي وبنشتري السمك من الجمله، بيكون طبعا بالليل الساعه 2 بالليل كده، او الساعه 6 الصبح. اللي بيدعمني مامتي واخويا وجوزي، هم طبعا ما بيسيبونيش، لان بنجيب السمك الطازه الحي زي ما انتم كده شايفين. فرش الاسماك في بورسعيد على فكره انواع كتيره جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده، دي سمكه سيوف. سمكه السيوف دي سمكه برده موجوده في بحري. يعني بقالك كام سنه بتشتغلي معلمه سمك؟ 10 سنين من بعد ما اتخرجت من الجامعه على طول، يعني اتخرجت من الجامعه واتجوزت اشتغلت في السمك على طول. تيجي يوميا بقى في السوق وتبيعي زي باجي وببيع ومفيش اي مشكله، والحمد لله. يعني كل يوم الواحد بيكافح فيه رزقه بيعلى ورزقه بيزيد وربنا بيبارك. بصراحه يعني انا مبسوطه جدا ان مفيش حاجه اسمها عيب ومفيش حاجه اسمها شغله ست وشغله راجل، لا دلوقتي طالما الواحد بيشتغل بالحلال فيقدر ان هو يحقق طموحه يعني او هدفه. تعرف مني بقى على انواع السمك الموجوده، وهل انت مثلا بتقدري تختاري انواع معينه؟ والله احنا بورسعيد هنا بنحب جميع الاسماك، البحريه. يعني عندك مثلا ده دينيس ابو اتب. الدينيس ده بقى عايزه اقول لكم زيت وليمون خطير جدا اهو. ايه انواع تاني موجوده عندك؟ في عندنا القاروص برضو، من الاسماك البحريه، السنجاري فظيع اهو. الاقبال بقى بيبقى على اكتر نوع عندك ايه هو؟ بص الاقبال احنا كبورسعيديه يعني الاقبال بيكون على كل حاجه، بنحب كل حاجه، يعني بنحب كل حاجه، بنحب الجمبري، الشبار اللي انتوا بتقولوا عليه بولتي في القاهره.
بعد ما اتخرجت من الجامعه بقى يعني ما شفتيش انه لا ازاي اشتغل مع قيمه سنه وانا خريج الجامعه؟ انا اتهاجمت كتير جدا، اتهاجمت ان انا ازاي ست وبشتغل في الاسماك، بس يعني مره في مره في مره بقى الموضوع عادي جدا، وده اللي بيخليني ان انا اصر على طموحي. يعني على فكره الانتقادات دي طالما الواحد حد بينتقده فده بيديله امل ان يعني لا انت لازم تنجح، وبينجح مع الاصرار والعزيمه بتنجح. انا ما بحطش كلام اي حد في دماغي خالص. بالنسبه للتعامل مع الناس اللي بتشجعك يعني ايه الكلام؟ لا لا لا، الناس محترمه جدا، وطبعا طالما الواحد بيتعامل بذوق وبيتعامل باخلاقه وبيتعامل باحترام فالناس لازم تحترمه طبعا. هل مثلا حد كان في الاول بيقول لك لا ازاي تقدري معلمه سمك؟ اه طبعا كتير جدا قالوا لي ازاي تشتغلي معلمه السمك وتبقي بياعه سمك او ان انت بتجيبي سمك. لا الموضوع عادي جدا يعني، ما مره في مره الموضوع بيكون عادي. معاكي برضو على الانواع اللي موجوده عندك. بصوا يا جماعه، ده التعبان، ده تعبان او اللي احنا بنقول عليه في بورسعيد هنا حنشان. الحنشان ده شايفينه عامل ازاي؟ حلو جدا. ده قطعه منه يعني دسمه وتحفه، تحفه في الصينيه صراحه. يعني كلميني اكتر بقى عن حياتك ازاي مع الاولاد. عندك اولاد؟ انا عندي توأم بنت وولد 8 سنين، وطبعا برعيهم وبذاكر لهم وببسطهم وبنخرجهم، بس طبعا يعني الواحد بيجي على نفسه شويه، بس عشان انا حابه الشغل فبعمل كل حياتي الزوجيه. يعني كل حياتي البيتيه اللي انا المفروض اعملها بعملها وما بقصرش، بس طبعا كله بدعم الام والاخ والزوج، بدعم كل اللي حواليا طبعا لازم يدعموني علشان ان انا اقدر ان انا احقق الطموح الاكبر. شوفي بقى يعني نصيحه للشباب مثلا لو هم خارجين جامعه وممكن يقولوا انا عايز اشتغل اي شغله لا بشهاده، يعني وجه لهم نصيحه من خلال تجربتك 10 سنين في سوق السمك. بصوا يا جماعه، يعني الشغل طالما ما فيش حاجه اسمها مستحيل، وما فيش حاجه اسمها انا مش لاقي شغل فانا هقعد، لا 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 خالص. الانسان اللي بيتعب ربنا بيجازيه خير. 10 سنين شغل والحمد لله اتنقلت نقله يعني ما كنتش احلم بيها. لو كنت اشتغلت مدرسه ما كنتش هحقق النقله اللي انا اتنقلتها في خلال 10 سنين دول. اي نعم تعبت جدا جدا، بس مبسوطه جدا. جمبري ازاز معانا. بص نبدا من هنا، ده البوري، ده بوري بحري قنال، ده بيبقى حجمه حلو او مالح. ده الجمبري الازاز وبيكون مخطط. ده السبيط اللي احنا بنقول عليه سيبيا. وده سمك موسى اهي، سبحان الله شايفين غطا ابيض والغطا الثاني رمادي. سمكه موسى دي سمكه تحفه قوي يا جماعه، عظيمه يعني بمعنى الكلمه. دي طبعا يعني زي ما حضرتك شايفين متابعي اليوم السابع، احنا معانا دلوقتي اماني معلمه سمك في كادر السمك في بورسعيد، هي خريجه كليه التربيه الرياضيه وقررت انها تشتغل في السوق عادي. وزي ما حضرتك شايفين هي في سوق السمك وفي سوق الحاجات دي واقفه حضرتك راجل بتبيع السمك. زي ما حضراتكم شايفين هو بصفة النهارده معاها اغرب وامضل سمكه. زي ما حضراتكم شايفين السمكه الضاحكه، السمكة دي ليها طريقة سلخ معينة، بس لما بتتقطع جزر لحمها بيكون أبيض رهيبة. بصوا يا جماعه، بصوا هي يعني سبحان الله، يعني هي ميته خلاص، بس هي سبحان الله دي بتضحك كده اهو. بصوا طب هل ده يعني بتستلب بقى النوع ده من السمك؟ اه طبعا، ده لما بتظهر يعني بتطلب ان هي بتسلخ وبتتقطع كده شرايح زي الفيليه بالظبط، ما بيكونش فيها عظم، هي ما فيهاش عظم، هي فيها زي غضاريف كده، دي بقى اللي بتقوي العظام بقى. وفيها بيض هنا بيبقى بيض كده بيستخدموه لعلاج برضو البواسير اللي عنده شرخ. فهي سبحان الله اي مأكولات بحريه بتطلع من البحر ده رزق، يعني ده رزق وحلو قوي. يعني كلمينا عن زوجك بقى بيدعمك. انا زوجي اصلا لاعب في نادي سموحه،
وهو يعني بيدعمني طبعا، هو اللي خلاني من بداياتي ان هو اللي شجعني. اي نعم انا خسرت كتير جدا في بداياتي لان مش مجالي، بس طبعا مع الخساره هو كان بيدعمني اكتر، كل ما اخسر كل ما يدعمني، لحد لما انا يعني وصلت الحمد لله لحاجه انا ما كنتش يعني اتوقعها بصراحه. زي ما حضرتك شايفين متابعي السابع، ايه اكتر انواع بقى اللي هنا مثلا الناس تقبل عليها؟ الشبار، البوري، مثلا الاسماك اللي موسمها بيجي، زي مثلا شرمك سمكه الشبين دي، زي مثلا الدراك. موسم معين السمكه دي؟ الموسم بتاعها دلوقتي بس، يعني شهرين كده وبتختفي بعد كده. كل حاجه، كل سمكه ليها موسم معين بيظهر فيه بعد كده بتختفي. يعني مثلا سمكه ايه، وفي بلح بحر كمان، في القاروص ده برده الموسم بتاعه بعد كده بيختفي. مش كل الاسماك موجوده طول السنه، غير بس الشبار والبلطي، يعني الشبار والبوري. يومك بيبتدي ازاي بقى في السمك؟ عامل ازاي مع الزباين؟ هو اول حاجه طبعا ان احنا بنجيب السمك من الجمله بيبقى بدري جدا، عشان بيبقى فيه ساعات زي مزاد كده، على سواء البوري بالذات بيبقى فيه مزادات كده، فبيجي طبعا بيبقى لازم فيه تلج عشان يتحط. بنفرش الفرش ده بطريقه حلوه علشان برضو العين بتاكل قبل البق، فلازم الموضوع يبقى لطيف. حضرتك عايز ايه؟ عايز اصورها سمكه الشبين. انا عايز اصورها. سمكه الشبين ده على فكره مفيده قوي. هي جميله جدا. اهي عايز تصور معاها. وزي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، لازم نوجه السمك توجيهه حلوه علشان يدي منظر حلو كده للناس لما تيجي تشتري تتشجع. يعني زي ما انا قلت لكم كده، العين بتاكل قبل البق، فلازم العين تتشبع كده بالحاجات الحلوه. سمك موسى ده يا جماعه اهي، السمكه دي بتتسلخ على الجنبين كده اهو، بتتسلخ من هنا وتتسلخ من هنا، بيبقى لحمها ابيض، بتتقلي وبتتعمل زيت وليمون برده، وساعات بتتشوي هي بقشرها كده. السمكه دي يقال ان هي انشقت يعني، بس حلوه.